الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، لا سيما النبي المجتبى والامين المصطفى وعلى صحابته الكرام وال بيته العظام المستكملين الشرف. وبعد، وعلى صحابته الكرام وال بيته العظام المستكملين الشرف. وبعد، ابن ماجه كتاب اقامه الصلاه والسنه فيها. بلغنا الى الكلام على باب الاستعاذه، اللهم اتم علينا هذا الخير وانت ارحم الراحمين. باب الاستعاذة في الصلاة. قال المصنف رحمه الله تعالى بسنده عن جبير بن مطعم عن أبيه جبير بن مطعم، الحديث والإسناد ضعيف. صباحكم خير وأحسن الله عليكم. فقال عليكم السلام وبركاته. فقال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم حين دخل في الصلاة قال الله أكبر كبيرا، الله أكبر ثلاثا، الله أكبر كبيرا، حمدا كثيرا، سبحان الله وكثيرا أصيلا. هذا الذي قاله الرجل، وقال له رأيت كذا وكذا يبتدرونها، الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا ثلاثا، سبحان الله بكرة أصيلة ثلاثا، اللهم إني أعوذ بك من الشيطان الرجيم من همزي ونفخي ونفثه. قال عمر قال عمرو همزه الموت، ونفثه الشعر، ونفخه الكبر. عن ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول اللهم إني أعوذ بك من الشيطان الرجيم وهمزه ونفخه ونفسه. قال همزه الموتى، ونفثه الشعر، ونفخه الكبر. نعم، هذه الاستعاذة من الشيطان الرجيم. هذه الأحاديث حديث صحيح، حديث فيه شيء من الكلام. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام وبركاته. هنا يقول الله أكبر كبيرا، الله أكبر، الله أكبر ثلاثا، الله أكبر كبيرا. نعم، قال الله أكبر أي أعظم ومن يحاط بعظمته سبحان الله تعالى، من أعظم من أن يحاط بعظمته أو يدرك كنه صفاته سبحانه جل في علاه. فقول الله أكبر كبيرا، الحمد لله كثيرا، سبحان الله كثيرا أصيلا ثلاثا ثلاثا. فقوله سبحان الله بكرة وأصيلا أي تنزيه الله، التسبيح أسبح سبحان أي أنزه ربي جل في علاه عن كل نقص وعن كل عيب، نعم، وعن كل ما لا يليق به. وهذا شوف انظر بكرة وأصيلة أي غدوة وعشية، أي في أول النهار وفي آخره، يبتدئه بتنزيه الله جل في علاه ويختتمه بتنزيه الله جل في علاه تعظيما وتوقيرا وتبجيلا. يعني هذا بعيدا عن اليهود الذين أنكر الله عليهم وقال ما لكم لا ترجون الله وقارا. ثم بعدها يستعيذ من الشيطان الرجيم، لأن هذه وسوسة منه أيضا، ولأن الشيطان مهمته أن يأتي يفصل العبد عن صلاته، عن أن يلهيه عن مهمات ما هو فيه بين يدي ربه جل في علاه. فقال اللهم إني أعوذ بك من الشيطان الرجيم من همزي ونفخي ونفسه، أي إني أعتصم ألتجئ إليك. قلنا هنا العود واللوذ،
العوز هو صدق اللجأ لله جل في علاه لدفع المضرة، واللوز صدق اللجأ لله جل في علاه للمنفعة. اللهم إني أعوذ بك من الشيطان الرجيم. شوف الشيطان الرجيم لأنه مرجوم، فعيد بمعنى مفعول، والشيطان من شطنة يعني بعوده، فهو بعد عن الله جل في علاه بعدا تاما، فبعد الشيطان عن ربه بعدا تاما عن أوامره، ولذلك لعن. اللهم إني أعوذ بك من الشيطان الرجيم، أي ألتجئ إليك متحصنا بك من شر الشيطان، من همزه أي وسوسة الشيطان التي تؤدي إلى الموت أو الجنون أو الصرع. وتفسير الموت هو نوع من الجنون، هو نوع من الجنون، ولا سيما إذا تلبس الجن بالإنس، لا سيما إذا تلبس الجن بالإنس، فهذا نوع عظيم في هذا الباب. والنفخ هو الكبر المؤدي إلى الكفر، النفخ هو الكبر المؤدي إلى الكفر إلى الكفر. فالكبر إذا ملأ القلب تكبر المرء على ربه فكفر بذلك، ونازع الله في هذه الصفة العظيمة الكبر لدائي والعظمة إزاري، فمن نازعني عذبته. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. عليكم السلام وبركاته. الموت هنا معناها نوع من الجنون. قال أعوذ بك من همزه ونفخه، وهنا نفخه الكبر. قال ونفسي كما قال ومن شر النفاثات في العقد. وكان من السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم يستعيذ بالله الرجيم عند القراءة، فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. والمعنى فإذا أردت أن تقرأ القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. ومن السنة أن يستسر بها، فإن جهر بها مرة أو مرتين تعليما جاز ذلك، أما إذا استمر على الجهر بها هذه بدعة، لأنها مخالفة لسنة النبي صلى الله عليه وسلم ومخالفة لسنة الراشدين الخلفاء الراشدين. وهذه الاستعاذة مستحبة، ولقول صلوا كما رأيتموني أصلي على الاستحباب وليس على الوجوب. ويستحب أنه عند القراءة يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. نعم. وأن قال من نفخي ونفسي ونفسي ونفخي ونفسي فهذا حسن. نعم. وفي كما قلت صدق اللجأ إلى الله جل في علاه من وسوسة الشيطان ومن أهلاك الشيطان، فهو عدو الرحمن، هو عدو الإنسان أيضا كما قال الله تعالى الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا. باب حسن الهيئة، باب وضع اليمين على الشمال في الصلاة، باب وضع اليمين على الشمال في الصلاة. قال المصنف باب وضع اليمين على الشمال. حدثنا عثمان ابن أبي شيبة، أخو بكر بن شيبة من الثقات، لم يثبت عنه ما قيل فيه. حدثنا أبو الأحوص من الثقات عن سماك بن حرب مطلب الحديث في عكرمة وفي غيره يحسن حديثه، عن قبيصة بن هلب من الثقات عن أبي هلب رضي الله عنه وأرضاه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم
يؤمنا فيأخذ شماله بيمينه. وفي حديث وائل بن حجر رضي الله عنه رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ شماله بيمينه. وعن ابن مسعود قال مر النبي صلى الله عليه وسلم وأنا واضع يدي اليسرى على اليمنى فأخذ بيدي فوضعها اليمنى على اليسرى وهو في الصلاة، صحح له وهو في الصلاة. وضع في رواية أنه يأخذ بالرسخ، وفي رواية ينشر أصابعه على رسخه. اللهم أمين، رب يلهمنا لكم الإخلاص في ذلك. هذه هي السنة، السنة في الصلاة وضع الميامن على الشمائل، لا سيما وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أمرنا معاشر الأنبياء أن نضع أيماننا على شمائلنا، هو أن يضع اليمين على الشمال فوق الصدر في الصلاة. وقد ورد عن الحنابلة عن أحناف أنهم قالوا وضع اليمين على الشمال تحت السرة، وهذا حديث ضعيف جدا لم يصح. فاستحباب وضع اليمين على الشمال بعد تكبيرة الإحرام أجعهما تحت صدري فوق سرتي، هذا المشهور من مذاهب العلماء من الشافعية والحنفية، وهو قول سفيان الثوري أسحق بن راهويه. نعم، وأما الحنابلة والحنفية قالوا من الحنفية من قال بذلك أنه تحت السرة. وفي حديث سهل بن سعد رضي الله عنه وأرضاه قال كان الناس يؤمرون أن يضع الرجل اليد اليمنى على ذراعيه في الصلاة، قال أبو حازم ولا أعلمه إلا يمي ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم. قال كان الناس يؤمرون أن يضع الرجل اليد اليمنى على ذراعيه في الصلاة ولا أعلمه إلا يمي ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم. ورأى البخاري وهذا حديث صحيح، حديث فيه من الصحة مكان في رواية البخاري قال ولا أعلمه إلا يمي ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم، أن وضع اليمين على ذراعه في الصلاة. سهلب الطائي قال كان رسول الله يؤمنا فيأخذ شماله بيمينه. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. إن الله وملائكته